تعتمد الطبيعة على الماء، فبدون الماء لن تكون هناك طبيعة في المستقبل. ما مقدار الجفاف الذي يمكن لنظامنا البيئي ومياهنا العذبة تحمله إن حدث تغير المناخ خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً؟ حين يتعلق الأمر بالتغير المناخي، فنحن ما زلنا عند نقطة بداية الشعور به. النظم البيئية تنهار في العالم كله. علاوة على ذلك، فنحن نخشى الآن السيناريو الأسوأ. ماتت نحو 80% من الأشجار ولا يمكن فعل أي شيء. هنا نشهد إفراطاً في استخدام المياه بنسبة 300%. حيث أجلس الآن كانت منصة للصيد بالسنانير. ما نفعله يمكن أن يدمر نهر كولورادو. إنها موازنة صعبة، فلا أحد يمكنه الاستغناء عن مياه الصنبور. نحن بالتأكيد نتجه نحو كارثة هيدرولوجية خطيرة. يمكن القول بأننا بانتظار مواجهة عنيفة مع الطبيعة. لقد تعودنا على وفرة المياه، لكن أزمة المناخ تغير هذا التصور بسرعة، فالمياه تنقص ثم تصبح شحيحة. فما الذي سيحدث عندما تنضب مياهنا؟ منطقة تاونوس هي مصدر معظم مياه الشرب في منطقة نهري الراين والماين بألمانيا. إرنست كلوغي هو الرئيس السابق لهيئة المياه في مدينة فيسبادن. الباحثة البيئية أندريا زوندرمان تدرس تأثير استخراج المياه من تاونوس على طبيعة المنطقة. لقد باتت عواقب الجفاف واضحة في جميع أنحاء ألمانيا. أسير الآن على تربة جافة كانت في الماضي مجرى نهر يحمل الماء على مدار العام. أنا أقف حرفياً في مجرى النهر، ويمكنكم رؤية الحصى أسفل هذه الأوراق. إنها صورة حزينة عندما ترى الخور أمامك. نعم، إنه يؤكد فقط ما نعرفه منذ فترة طويلة، أن استخراج المياه له تأثير هائل على البيئة والبيئة المائية، ويؤدي إلى جفاف الطبيعة. إذن كيف تجف الأنهار والجداول؟ نحن نبحث عن أدلة في منطقة تأثرت على نحو خاص، وهي ولاية بافاريا الغنية بالمياه. سيمون برايس من مكتب إدارة المياه في نورنبرغ يبحث عن بركة تمثل أحد روافد نهر بيغناتس. تخيل أنه قبل بضع سنوات فقط كان كل هذا تحت الماء، ولكن الآن لا يوجد أي شيء هنا. من أين كانت تأتي المياه؟ وأين اختفت؟ الخبيران يبحثان عن بقايا نبع. هذا يعني أن مستوى المياه كان يصل إلى أعلى هذه المنصة؟ نعم. لا يصدق. من المعروف أن الطبيعة تتفاعل نسبياً بسرعة مع هطول الأمطار، تماماً كما يحدث حين تسقي زهورك المزروعة في أصيص. لكن ما نتحدث عنه هنا هو كيف تبدو المياه تحت السطح. من خلال أنظمة المراقبة الرسمية الخاصة بنا، نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة لم ترتفع المستويات مطلقاً خلال أشهر الشتاء كما كانت في السابق، وهذا مصدر قلق كبير لنا. في السابق كان الماء يتدفق من هنا ويملأ هذه البركة، والآن يصل مستوى المياه الجوفية الموجود في الجبل إلى أقل من هذه الحافة، حيث كان الماء يتدفق للخارج. هذه المنطقة التي كانت تتدفق فيها المياه باتت كما ترون جافة تماماً. رأيت بعض الصور في وقت سابق من هذا العام،
حيث كان لا يزال بالإمكان رؤية بعض الماء هنا، والآن أصبحت مجرد كهف جاف. لم يكن الوضع أبداً حرجاً بهذا القدر الذي شهدته السنوات الماضية بسبب فصول الصيف والربيع الجافة المتعاقبة. من أين تأتي مياهنا الجوفية؟ في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ يقوم فريد هاترمان بتحليل سجلات الأرصاد الجوية الألمانية لهطول الأمطار والتبخر. كيف تتطور المياه المتاحة أو ما يسمى بإمدادات المياه؟ هذا الممر بين الهطول والتبخر هو ما يصبح لاحقاً مياه جوفية ويتدفق على شكل أنهار. هذا هو الماء الذي يمكننا إدارته، لكننا نرى أن هذا الممر يضيق تدريجياً. من الممكن أن يظل المعدل السنوي لهطول الأمطار ثابتاً، ومع ذلك لدينا كمية أقل من المياه. هذا يرجع إلى حقيقة أن فصول الشتاء لدينا أصبحت أقصر، كما أن الطقس الدافئ يعني مزيداً من التبخر، مما يتسبب في المزيد من الإجهاد المائي للنباتات وزيادة الغطاء النباتي لفترات أطول. والشتاء هو الوقت الذي يتم فيه تجديد منسوب المياه والخزانات في المرحلة التي لا توجد فيها نباتات خضراء، وهذه المرحلة أصبحت أقصر. هذا يعني أن نفس كمية الأمطار تعني في النهاية إمداداً أقل بالمياه للبشر والطبيعة. على مدار الأعوام الخمسين الماضية انخفض عدد الحيوانات في العالم بمعدل 68%، وعلى الرغم من أن البشر لا يشكلون سوى 0.01% من الكتلة الحيوية للأرض، إلا أننا مسؤولون تقريباً عن جميع التأثيرات السلبية على أشكال الحياة المتبقية. منذ عام 1817 يقوم معهد زينكنبرغ في فرانكفورت بإجراء أبحاث حول التنوع البيولوجي. فما هي العلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ الأكثر جفافاً؟ ما تمكنا من إظهاره في دراستنا العالمية هو أن الجداول والأنهار التي تجف على السطح أصبحت القاعدة وليس الاستثناء. 60% من جميع الجداول والأنهار تجف بشكل طبيعي، ولكن حين يبدأ جدول ماء دائم في الجفاف فمن الواضح أن هناك عواقب وخيمة على كل من البيئة وتوافر المياه وجودتها بالنسبة لنا نحن البشر. بدأت العواقب تتضح في منطقة نهري الماين والراين. ظل جزء كبير من مياه الشرب ل5,800,000 شخص يعيشون هنا لأكثر من قرن من الزمان يأتي من منطقة تاونوس. تم ضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه الجوفية سنوياً. كيف تؤثر هذه المحطة التي تديرها شركة هيسن للمياه، أحد أكبر موردي المياه في المنطقة، على الطبيعة؟ إرنست كلوغي هو الرئيس السابق لهيئة المياه في فيسبادن، أحد أكبر المراكز السكانية في المنطقة. منذ سنوات يوثق كلوغي تأثير عواقب استخراج مياه الشرب على الطبيعة. يقع خلفي فرع من نهر شفارتسباخ، وقد جف هذا الفرع ويبقى جافاً طوال العام نتيجة عمليات استخراج المياه هنا فوقنا في نفق مونتسبرغ الكبير. عواقب جفافه خطيرة بالنسبة للطبيعة، وقد ساءت الحالة بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة نتيجة الجفاف في السنوات القليلة الماضية. مدينة أوبر أورزل القريبة من فرانكفورت هي أحد زبائن شركة هيسن للمياه. تزود المرافق العامة في أوبر أورزل سكانها بمياه الشرب. المديرة التنفيذية يوليا أنتوني ورئيس الطاقم الفني ديتر غريديج يوضحان من أين تأتي المياه. لك أن تتخيل أن منطقة الاستخراج في تاونوس العليا تشبه حوض الاستحمام، ونحن نستخرج الماء من هذا الحوض، لكن تاونوس لها أيضاً فرع خارجي وهو نهر أورزلباخ، وفرع أورزلباخ يجب أن يكون عند مستوى معين حتى نتمكن من الاستفادة من حقوقنا المائية في تاونوس العليا. يتدفق نهر أورزلباخ عبر المنطقة بأكملها، والشرط الأساسي لاستخراج مياه الشرب في المدينة الصغيرة هو أن يحمل نهر أورزلباخ المياه. أندريا زوندرمان من معهد زينكنبرغ تراقب تطور النهر منذ سنوات. نحن نقف عند الجزء الذي يجف بالفعل خلال أشهر الصيف من نهر أورزلباخ. من الأسهل أن تتخيل ذلك إن نظرت إلى بعض الصور.
هذا مثلاً هو منظر مصب النهر، ويمكنك أن ترى أن مجرى النهر جاف تماماً، والسبب في ذلك هو أن مياه الشرب تستخرج من الروافد العليا لنهر أورزلباخ. والماء الذي يتم استخراجه هناك هو المفقود هنا. ماء للسكان أم ماء للنهر؟ إنه اختيار صعب. وما هي العواقب على منطقة نهري الراين والماين بأكملها التي تحصل على معظم مياه الشرب من منطقة تاونوس؟ لقد أصبح التنافس على المياه حقيقة واقعة، وهنا في قلب ألمانيا هناك تنافس مباشر بين الحاجة لمياه الشرب للبشر واحتياجات الطبيعة، ولا يؤثر هذا على الحياة النباتية وحسب، بل على الحياة الحيوانية المهمة في مياهنا أيضاً. لهذا تأثير على التنوع البيولوجي أيضاً، فنحن نفقد بعض الأنواع التي يمكن العثور عليها عادة هنا لأنها لا تستطيع التعامل مع انخفاض تدفق المياه. جداولنا وأنهارنا هي من بين أكثر الموائل تنوعاً حيوياً في العالم، ويمكن تشبيهها إلى حد كبير بالشعاب المرجانية أو الغابات الاستوائية المطيرة، باستثناء أن هذا التنوع موجود تحت الماء وبالتالي فهو غير مرئي مباشرة. تقوم أندريا زوندرمان بعمل ميداني على ضفاف نهر أورزلباخ لتوثيق الوضع الحالي للتنوع البيولوجي في المياه. تجمع الباحثة العينات من عدة مواقع لفحصها عن كثب في المختبر. في ألمانيا يعتبر 7% فقط من جميع الجداول والأنهار في حالة بيئية جيدة، مما يعني أن 93% من المسطحات المائية في حالة سيئة، وهذا على الرغم من حقيقة أن لدينا التوجه الإطاري الأوروبي للمياه، والهدف من التوجه هو تحقيق حالة بيئية جيدة لجميع المسطحات المائية بحلول عام 2027، ونحن الآن نتحدث عن 7%. هذا يعني أنه من المستحيل تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يطرح السؤال المثير للاهتمام. ماذا تعني معرفتنا ونحن نصوغ الأهداف منذ البداية أن هذه الأهداف بعيدة المنال بجهودنا الحالية؟ ماذا ستجد زوندرمان في عينات اليوم؟ ينبغي أن يكون هناك المزيد من الأنواع، فبشكل عام هناك أنواع مفقودة من ذباب مايو وذباب القمص والخنافس، وهذا يعني أن التنوع لدينا منخفض. عادة ما يكون هناك الكثير من الأنواع في مسطح مائي كهذا. ترى ما هي عواقب انخفاض التنوع هذا على الطبيعة؟ يعد تدهور التنوع البيولوجي أكبر تحد نواجهه كبشرية، فمن ناحية ما يفقد يضيع إلى الأبد، ومن ناحية أخرى لا نعرف ما الذي يعنيه انخفاض هذا التنوع بنسبة 10 أو 20 أو 50% بالنسبة للطبيعة، وفي النهاية أيضاً بالنسبة لنا نحن البشر على المدى الطويل. لا يقتصر تأثير البشر على مياهنا على إنتاج مياه الشرب. هذا منفذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أوبر أورزل، وهي مياه الصرف الصحي المعالجة، وهذا يعني أنه يوجد أسفل محطة المعالجة هذه نسبة عالية نسبياً من المياه العادمة المعالجة تصب في المجاري المائية، لذا فمن الطبيعي أن يكون لدينا تركيبة منخفضة للغاية من الأنواع هناك، أي عدد قليل جداً من الأنواع التي يمكنها التعامل مع هذا الموقف. تبدو مياه الصرف الصحي المعالجة غير ضارة، لكنها تحتوي على مخلفات سامة، من اللدائن الدقيقة إلى الأدوية ومبيدات الآفات التي يتم تصريفها في جداولنا وأنهارنا. يبحث العلماء في هانوفر عواقب ذلك على المياه الجوفية لدينا، وهنا يأتي دور رالف هيلر وفريقه. تقوم وكالة البيئة بمدينة هانوفر بفحص المياه الجوفية على نطاق واسع منذ فترة طويلة. نظراً لأن مياه الشرب لدينا تتغذى بشكل أساسي من المياه الجوفية، فإن أي تأثير سلبي على المياه الجوفية سيؤثر إن عاجلاً أم آجلاً على إمدادات مياه الشرب. أولاً يأخذ الباحثون عينة من المياه، يقومون بخفض حاوية التجميع الموجودة على عصا الصيد إلى عمق 20 متراً في نقطة القياس،
هنا تمتلئ بالمياه الجوفية. يتم التقاط الماء الذي يتم تحليله كيميائياً هنا في هذا الأنبوب، ثم نقوم بإلقاء الأنبوب حتى قاع بئر المياه الجوفية. الآن وقد جمعنا الماء، يمكننا أن نبدأ بالفحص الكيميائي. في المختبر يتم فحص المياه الجوفية بحثاً عن أي ترسبات، ثم في فحص ثان يبحث الخبراء عن وجود كائنات حية. في السنوات الأخيرة استخدمنا المزيد من الأساليب العلمية التي تسمح لنا بالبحث عن أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة. إن وجدوا هنا أنواعاً لا توجد عادة إلا على السطح، فسيكون ذلك دليلاً على اختلاط المياه السطحية بالمياه الجوفية. تغوص الكاميرا عميقاً تحت الماء حتى تصل إلى نقطة مراقبة المياه الجوفية بحثاً عن الكائنات الحية الدقيقة، لكن هناك حاجة لفحص أكثر تفصيلاً للكشف عن النتائج. تم إرسال عينات المياه من هانوفر إلى جامعة كوبلينز لانداو لتحليلها. هنا سيقوم عالم البيئة المائية هانس يورغن هان وفريقه بفحص العينات مجهرياً. هذه عينة مثيرة للاهتمام. تأكدت شكوك العلماء بظهور مخلوق صغير شبه شفاف تحت العدسة. دائماً ما يعتبر الروبيان البذور هذا مؤشراً على تسرب المياه السطحية. تحتوي هذه العينة كذلك على مجذافيات المياه العذبة، والتي تعد من بين الكائنات الحية النموذجية الموجودة على السطح. لذا فعندما نجد تلك الكائنات في عينات من المياه الجوفية أو خزانات مياه الشرب، نعلم أن شيئاً ما يأتي من الأعلى. ولكن هل تثير هذه النتائج القلق حقاً؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا؟ المياه التي تتسرب ليست مياه شرب ولا مياه نقية، بل هي إلى حد كبير مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة. في نهر الراين تبلغ النسبة حوالي 50% و80% في نهر نيكر، وأحياناً تقترب من 100% في الجداول الأصغر. من الواضح أن المياه العادمة تشكل خطراً على جودة المياه الجوفية. لذا يتم فحص عينات المياه من هانوفر أيضاً للتأكد من تركيبها الكيميائي، وهناك نتائج مقلقة. في تلك المواقع في هانوفر المتأثرة بالمياه السطحية، يمكنك أيضاً العثور على تسرب لمواد غير مرغوب فيها كالأدوية مثلاً. حتى الآن ما زال تركيزها منخفضاً جداً، لكنه قابل للقياس، ونحن نفترض أن هذا الوضع سيزداد حدة في السنوات والعقود القادمة، حيث أظهرت دراسة أمريكية أجريت في وقت سابق من هذا العام أن جزءاً كبيراً من المياه خاصة في الغرب ملوث. هناك العديد من الملوثات، والوضع أكثر خطورة في المناطق التي يستخدم فيها الري السطحي للزراعة. باحث هيدرولوجي شهير يشرح تأثير ذلك على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. أنا جيف أميليتي، وأنا المدير التنفيذي للمعهد العالمي للأمن المائي بجامعة ساسكاتشوان، وأنا عالم مياه. لم أذهب إلى هناك منذ فترة وأرى كيف تغيرت الأمور وكيف جفت المياه منذ أن غادرت كاليفورنيا عام 2018. هذا أمر لا يصدق حقاً. لا يوجد مكان يتجلى فيه تأثير المياه العادمة على الطبيعة أكثر من منطقة الري إمبيريال، وهي واحدة من أكبر المناطق الزراعية في أمريكا الشمالية. منطقة تم إنشاؤها صناعياً في وسط الصحراء. نحتاج حقاً للخروج إلى هذه المناطق الزراعية لنفهم امتدادها الشاسع. ينطبق هذا على الوادي الأوسط، وينطبق كذلك على منطقة الري إمبيريال. يمكنك أن تخرج إلى هناك لترى هذه الحقول تمتد لأميال، وحينها تدرك أن هذا هو مقدار المياه الذي يتم توزيعه على السطح لتخضير الصحراء. تروي منطقة الري إمبيريال الصحراء ب 3.7 تريليون لتر من المياه سنوياً، في حين أن 40 مليون شخص في المنطقة مهددون بنقص المياه، كما أن الطبيعة تجف فعلياً.
يتم توجيه مياه الصرف من جميع الحقول الزراعية إلى الأنهار وتصب في بحر سالتون الذي يستنزف داخلياً، مما يعني أنه مثل البحر الميت. مياه الصرف التي تدخل فيه مليئة بالأسمدة ومبيدات الآفات، لذا فالماء نفسه سام. أنا لا أعرف في الواقع ما إذا كان يمكن إنقاذه ولا ما يتطلب الأمر لإنقاذه. بحر سالتون هو أكبر بحيرة للمياه العذبة في ولاية كاليفورنيا، وقد كانت في السابق منتجعاً لقضاء العطلات، أما اليوم فلم تعد هناك حياة. أنا حرفياً أجلس على ما كان فيما مضى منزلقاً للقوارب. البحيرة تنحسر وتتبخر. لقد بات بحر سالتون مأساة، وقد خلف انحسار المياه الغبار الذي يتناثر وصولاً إلى مناطق بعيدة حتى مدينة لوس أنجلوس ويلوث الهواء هناك. يضاف إلى ذلك زيادة ملوحة المياه وعدد من المشاكل الخطيرة الأخرى، فحيث كانت توجد في السابق حدائق ومرافق ترفيهية، توجد الآن أراضٍ شاطئية قاحلة. عندما كنت هنا آخر مرة قبل بضع سنوات، كان الماء لا يزال على ارتفاع مئات الأمتار. إنه لأمر سيء أن ترى شيئاً كهذا. لقد استهلك البشر المياه للزراعة في الصحراء، بينما قاموا بتسميم المياه التي تحتاجها الطبيعة للبقاء على قيد الحياة. على المدى الطويل ستكون نتيجة هذه الطبيعة المتحضرة فقدان الموائل البشرية. الفترات الزمنية التي نتحدث عنها هنا هي عقود، فالوضع لم يتطور إلى ما هو عليه الآن في بضع سنوات، بل هو نتيجة لعقود من تجاهل البيئة، وهذا يحدث في المزيد والمزيد من الأماكن حول العالم. وأعتقد أن صانعي القرار لدينا بحاجة لرؤية هذا وفهم كيفية وصولنا إلى هذه النقطة. إن تنافسنا مع الطبيعة على الماء هو معركة من أجل الوجود البشري. هنا على الساحل الغربي للولايات المتحدة خسرنا المعركة بالفعل، وبالمقارنة فإن أداء شمال أوروبا أفضل. ولكن هناك أيضاً تم تجاهل علامات التحذير، إن لم يتم منع الأخطاء نفسها فسيؤثر ذلك على الجميع. ما مقدار الجفاف الذي يمكن أن يتحمله نظامنا البيئي الذي يتكيف بشكل أفضل مع الرطوبة والمسطحات المائية إن حدث تغير المناخ خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً؟ ماذا سيحدث للحياة الحيوانية والنباتية؟ يمكننا بالفعل أن نلاحظ بعض الآثار في بعض الغابات، حيث يوجد موت واسع النطاق لمساحات الغابات. تعد مثل هذه السيناريوهات علامات تحذيرية بالنسبة لنا، وتوضح أن بعض التغييرات الدراماتيكية تحدث في الطبيعة. عواقب الجفاف في غابات ألمانيا. في العديد من الأماكن قتلت خنفساء اللحاء الأشجار المتأثرة بالظروف الجافة ودمرت أجزاء كبيرة من الأشجار، ومما زاد الوضع سوءاً أن مرضاً جديداً يهدد الغابات. يا إلهي، تبدو هذه وكأن شخصاً ما قد أضرم النار فيها. كلاوس أرتسيت يرافق الباحثة نيكول بورغدورف من معهد الغابات في ولاية بافاريا إلى غابة حيث ينتشر ما يسمى بمرض اللحاء السخامي، ويقتل أشجار القيقب المحلية بوتيرة سريعة. تكثف انتشار المرض بالاقتران مع ظروف الجفاف والحرارة الشديدة عامي 2018 و19. يدخل الفطر الخشب من خلال الفروع أو الأغصان المكسورة وينمو داخل الخشب، ثم ينتشر عبر الشجرة خاصة في الظروف الجافة. وحين يصل نمو الفطر إلى اللحاء تتشكل رواسب الأبواغ التي يمكنك رؤيتها هنا، وهي تحتوي على 170 مليون جرثومة لكل سنتيمتر مربع يتم إطلاقها بعد ذلك في الهواء. هذا أمر لا يصدق.
وهو لا يؤثر على شجرة واحدة وحسب، ففي منطقة المسح هذه أصيبت حوالي 80% من الأشجار بمرض اللحاء السخامي، وماتت جميع الأشجار تقريباً، ولا يمكن فعل أي شيء. مرض اللحاء السخامي مدمر لكل من الطبيعة والبشر، ولا يمكن إيقافه، لأنه بمجرد تشكل الجراثيم الفطرية على اللحاء فمن شأنها أن تصيب رئتي البشر أيضاً، مع عواقب تهدد الحياة. لإظهار كيفية انتشار المرض، قام العلماء بقطع شجرة مصابة بالمرض، ولكن لم تتشكل عليها أي جراثيم بعد. ما يحدث هنا مأساة، لأن الأشجار تنهار ببساطة. لم أكن أتخيل في أسوأ كوابيسي أن الفطر يمكن أن يكون له مثل هذا التأثير الهائل ويسبب هذا القدر من الضرر. جاءت النتائج مفاجئة أيضاً لكلاوس أرتزيت والبروفيسور مارتن غرامبو، العضو القديم في فريق العمل المعني بالمياه على مستوى الاتحاد والولايات. ما يحدث هنا مزعج للغاية. هذه هي الحالة النموذجية لنقطة التحول، أي بمجرد أن تتضرر الغابة لدرجة الموت يتغير النظام بأكمله. يتم استخراج كميات أقل من المياه من الهواء، ويصبح كل شيء أكثر جفافاً حين تختفي الغابة، وهذا هو الطريق نحو التصحر. لنستخدم تشبيهاً إنسانياً، فقد يصاب الإنسان بالمرض، ولكن إن استعاد عافيته فيصبح الأمر على ما يرام، ولكن إن مات فهو يموت إذن. وهذا هو معنى نقطة التحول إنجاز التعبير. لقد تغير شيء ما ولا رجوع فيه. لتوثيق التأثيرات علمياً في المناطق التي تعاني من ندرة المياه المتزايدة حتى تحت سطح الأرض، تعتمد جامعة ميونخ التقنية على معدات عالية التقنية هنا في فرانكونيا السفلى مثلاً. هذه إحدى نقطتي المراقبة، حيث نقيس رطوبة التربة في طبقات مختلفة. كما ترى، فقد حفرنا حفرة بعمق مترين تقريباً. نقوم بعد ذلك على فترات منتظمة بتركيب أجهزة استشعار للقياس، وهذا يساعدنا في الحصول على صورة أكثر اكتمالاً عن رطوبة التربة في هذه المنطقة. لابد أن تكون التربة رطبة جداً خلال أشهر الشتاء، لكن فريق الباحثين أصيب بالصدمة عند فحصه للطبقات العليا. إنها جافة للغاية، هذا لا يصدق. قد تحتوي تربة الغابة على جذور على عمق 50 متراً تحت السطح، وهناك في الأسفل تحول في الجزء المعدني منها، لكنها تبدو جافة للغاية. لا تزال هناك بعض الجذور في الأسفل، لكن ليس ثمة أدلة على وجود الماء أو الرطوبة. هذه ليست حالة منفردة، فنقص المياه حقيقة واقعة في غابة ألمانيا. من المهم بالنسبة لنا في وزارة البيئة أن ننظر في كيفية انتشار هطول الأمطار في مختلف المناطق والبيئات، أي كم الهطول ومكانه. بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تحتاج الأشجار والنباتات إلى المزيد من المياه. في الوقت نفسه، تمتد جذورها إلى أعماق أكبر في الأرض بسبب تناقص إمدادات المياه، وهذا بدوره له تأثير مباشر على أماكن حياتنا نحن البشر. يمكن أن يتسبب انخفاض منسوب المياه كذلك بإلحاق أضرار جسيمة في المباني. تظهر التأثيرات بالفعل في مدينة هانوفر وما حولها، كما هو الحال هنا في حي الفيلات القديم هذا. هنا يمكنك رؤية أولى علامات الهبوط. يبلغ عمر هذه الشرفة 3 أو 4 سنوات فقط، ولكننا نشهد تصدعات بالفعل. العمود بقي في مكانه لأن أساساته عميقة جداً. يانس كنولمان يري مساح المباني يانس رومان الأضرار التي لحقت بجدران منزل والديه. التربة الموجودة أسفلها طينية، ويفترض أن هذا المزيج من التغيير في توازن الماء ونمو النباتات يؤدي إلى انكماش التربة وإحداث أضرار بسبب الهبوط. لذا فعلى الرغم من أن المنزل ظل قائماً هنا لمدة 40 عاماً أو أكثر، إلا أن جداراً كاملاً غرق في الأرض فجأة. Ja, komplett eine Hauswand nach unten sackt.
تشكل الشقوق تهديداً للسلامة الهيكلية الشاملة للمبنى. يتضح الضرر بشكل خاص في الطابق السفلي. حين تكون هناك فترات جفاف كما في الصيف الأخير، تصل الجذور إلى أعماق أكبر وأكبر تحت الأساسات كما هو الحال في هذا القبو، وتمتص كل المياه من التربة وتتسبب في تقلصها. وفقاً لاختبارات معملية، انخفض حجم التربة بنسبة تصل إلى 50% تقريباً. هذه مستويات اصطناعية يتم توليدها من خلال الاختبارات، لكنها تظهر أنه إن تقلصت التربة بنسبة أقل من 10%، فسيكون الضرر الناتج مرئياً بوضوح مع وجود تشققات في المبنى. يمكنك إدخال يدك في هذه البقعة التي يمكننا رؤيتها من الخارج. انخفاض مستوى المياه الجوفية تهديد حقيقي لمنازلنا أيضاً. إنه ناتئ جداً للخارج هكذا. بالضبط، المنزل كله يتدلى في هذه البقعة ويغرق في الأرض، وهنا يمكنك أن ترى كيف تشقق الجدار بالكامل. لن تتوقع أن يكون نقص المياه مشكلة في ألمانيا، لكنني أعتقد أن هناك عوامل مختلفة تجتمع هنا وتسبب هذا النوع من أضرار الهبوط، خاصة في فصل الصيف الجاف. أريد أن أحافظ على هذا المنزل. قام والداي ببنائه وقام والدي برسم مخططات الطوابق بنفسه، لذا سنستثمر الآن في إنشاء هذه الدعامة للجدار لإبقائه قائماً للخمسين عاماً القادمة. قد تكون أضرار الهبوط بسبب غرق المياه الجوفية ظاهرة غير معروفة نسبياً في ألمانيا، لكن في الأحياء الثرية لمكسيكو سيتي العاصمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، يعتبر الإفراط في استخدام المياه شأناً يومياً. تم تكليف جاكوبو إسبينوزا من هيئة المياه بالمدينة بتوثيقها، لكنه يقول إنه لا يستطيع مواكبة الأمر. هنا يمكنك رؤية الشقوق الناتجة عن هبوط الجسر. جزء من الجسر مستقر والآخر يغرق. هنا يتوقف مرة أخرى. إنه يغرق حوالي 30 سنتيمترا سنويا. في مقبرة البلدة القديمة التاريخية تختفي القبور في باطن الأرض. من هنا إلى الزاوية يمكنك أن ترى الفرق بوضوح. إنه ما يقرب من 2.5 متر. إنه ضخم. أولاً التشققات، ثم الهبوط في جميع أنحاء المدينة. لم نكن نعرف سبب غرق الأرض، ولكن قيل لنا بعد ذلك إن السبب هو الإفراط في استخدام المياه الجوفية في هذه المنطقة. تستهلك مكسيكو سيتي كميات هائلة من المياه. لويس زامبرانو يبحث في استهلاك المياه في هذه المدينة الكبيرة. إنه تحد كبير، فتزويد مكسيكو سيتي بالمياه وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة مهمة صعبة. مدينة مكسيكو سيتي بنيت حيث كانت توجد بحيرات، وتأتي معظم مياه الشرب في المدينة من باطن الأرض. حتى قبل 10 سنوات كنا نعرف القليل جداً عن كمية المياه في طبقات المياه الجوفية، وما زلنا لا نعرف على وجه اليقين نظراً لقلة المعلومات حول هذا الأمر. ما نعرفه هو أنه يتم استخراج المزيد من المياه عن طريق الحفر إلى أعماق أكبر. رغم أن المسؤولين لا يعرفون حقاً كمية المياه الموجودة في المنطقة، إلا أن محطات المياه العامة هنا في فاليه دي مكسيكو مستمرة في ضخ المياه لتلبية الطلب الهائل بطريقة أو بأخرى. تبلغ نسبة الإفراط في استخدام المياه في حوض فاليه دي مكسيكو 300%. هذا هو الفرق بين ما هو متاح مثلا تحت الأرض وما نقوم بضخه. إذن فنحن نستخدم 3 أضعاف المياه التي يعاد توليدها، لذا فلن تتجدد طبقات المياه الجوفية. إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟ قد تكون زيادة هبوط الأرض مجرد مقدمة لما هو آت.
وهنا يمكنك أن ترى الهبوط الذي حدث في السنوات الأخيرة نتيجة الإفراط في استخدام المياه. توجد هنا مئات الآبار التي تستخرج المياه ليل نهار. بات حي تشالكو الواقع وسط عاصمة البلاد غير صالح للسكن. هذا الجزء الذي هو عبارة عن تربة بركانية لا يغوص لأنه صخور نقية، وهذا هو المكان الذي تبدأ فيه التربة الطينية فيما كان يعرف سابقاً ببحيرة تشالكو على مدى مئات أو آلاف السنين. ترى كم الطين، وقد باتت هذه التربة تتقلص الآن. حين تفرط في استخدام طبقة المياه الجوفية فإنك تترك فجوة في الأرض، يؤدي ضغط التربة نفسها ووزن المباني إلى غرق الأرض. لذا لدينا هنا هبوط يصل إلى 30 سنتيمترا في السنة وإلى 40 سنتيمترا في السنة في أجزاء من البحيرة بالأسفل هناك. إذن هنا حيث نحن الآن لدينا بالفعل هبوط يصل إلى 15 مترا مقارنة بالسنوات السابقة. هذا ما وصلنا إليه. الأحياء الواقعة أسفل تشالكو وفايدي تشالكو ولوكاستاخي تشهد هي الأخرى هذا الهبوط إلى حد ما، لكنه أكثر وضوحا هنا. ثلاثون إلى أربعين سنتيمتراً سنوياً، هذا كثير جداً، وما يمكننا رؤيته مثلاً في وسط مدينة مكسيكو سيتي تمثال ملاك الاستقلال. بالوقوف هناك يمكنك أن ترى أن الملاك لديه مستويات جديدة، وأن المستويات الأكثر قتامة فقط هي المستويات الأصلية، أما الأخرى فهي جديدة، والسبب هو أن مكسيكو سيتي تغرق بسبب الإفراط في استغلال المياه الجوفية. بجوار معلم المدينة الشهير تمثال ملاك الاستقلال، يرى المرء بوضوح كيف يجب تعديل الدرجات لتلائم مستوى الشارع الغارق. لقد تأثر الملايين بالفعل بشكل مباشر من عواقب الهبوط، حيث انفجرت أنابيب المياه الجوفية وتكسرت تحت ثقل المدينة. في بعض الأحياء لم تعد المياه تخرج من الصنبور وتحولت إلى سلعة باهظة الثمن. تنتظر هذه العائلة منذ نصف يوم بيبا شاحنة توصيل المياه المحلية. نحن هنا منذ الساعة 9 صباحاً ننتظر وصول شاحنة توصيل المياه. ترون خزانات المياه الخاصة فوق الأسطح في كل مكان. كثير من الناس بلا ماء وأعدادهم أخذة في الازدياد، ليس فقط في شارعنا، في المدينة كلها. المدينة كلها جافة. تتجول الآلاف من شاحنات المياه الخاصة في الشوارع ليلاً ونهاراً، وتبيعها لمن يستطيع تحمل تكاليفها. يهدد الانهيار المنازل، وتعطل الأنابيب المدمرة إمدادات مياه الشرب في المدينة. حضرت العديد من الاجتماعات في مكتب رئيس البلدية. لقد أظهر لي بوضوح شديد أن الحكومة لا تفعل أي شيء لنا هنا. الوضع يزداد سوءاً في كل مكان. ليست هذه البلدية الوحيدة التي تفتقر إلى المياه. يرسلون ناقلة أو اثنتين هنا وهناك، لكن تزويد مدينة كاملة بهذا الشكل يعتبر جنوناً. أنا أعيش دون مياه جارية منذ عامين. تأتي الناقلة مرة واحدة في الأسبوع. منذ فترة تعاون الجيران لدفع تكاليف توصيل المياه الإضافية من شركة خاصة. في البداية كانت تكلفة التسليم 800 بيزوس، يتراوح سعرها اليوم بين 1350 إلى 1400 بيزوس، أي أن السعر قد تضاعف تقريباً ولم يعد بإمكاننا تحمله. على سكان مكسيكو سيتي أن يساعدوا أنفسهم، لكن الإفراط في استخدام المياه الجوفية وسط واحدة من أكثر مناطق النشاط الزلزالي في العالم يشكل تهديداً أكبر. حين تجف طبقات المياه الجوفية يكون استقرار الأرض أقل، وبعد ذلك حين يقع زلزال يمكن أن يكون أقوى وأعنف بكثير مما قد نتوقعه إذا كانت طبقة المياه الجوفية ممتلئة إلى حد ما.
ما يمكن أن يعنيه استمرار الإفراط في استخدام موارد المياه الجوفية في المدينة لملايين الناس بدأ للتو بالظهور. هنا كما هو الحال في كل مكان في الطبيعة، هناك شيء واحد واضح، وهو أن كل شيء مرتبط ببعضه البعض. إن الكارثة الهيدرولوجية التي نتجه إليها ستكون بلا شك صراعاً هائلاً. يجب أن نبدأ على الفور في توجيه كل شيء نحو الاستدامة، والناس لا يتحدثون عن هذا، لكننا بحاجة إلى عمل سياسي فوري. إن لم نفعل شيئاً فسوف نواجه مشاكل ضخمة. رغم أنه لم يفت الأوان بعد لوقف أزمة المناخ المدمرة، فإننا نواصل تدمير العجائب الطبيعية لاستخراج المياه، كما هو الحال هنا في الولايات المتحدة، حيث يتدفق نهر كولورادو العظيم عبر جراند كانيون. نشهد تأثيراً كبيراً للغاية، لدرجة أننا قد نقضي على نهر كولورادو وننهي جريان الماء هذا الذي يتدفق هنا بشكل طبيعي منذ 70 مليون سنة. هذه ليست سياسة، بل هذا مجرد فتح للأعين. نحن نراقب ما يحدث هنا، وعلينا أن نتحمل مسؤوليته. هذه هي الصور التي تظهر مسؤوليتنا تجاه الطبيعة والأجيال القادمة. تسمى هذه الحقبة حقبة الأنثروبوسين، وهي تسجل تجاهلاً واسع النطاق للبيئة والضخ الهائل لغازات الاحتباس الحراري وثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الخطيرة الأخرى في الغلاف الجوي. وأياً من سيكون موجوداً هنا، سواء أكانوا بشراً أم كائنات أخرى، خلال مليوني سنة حين ينظرون إلى الوراء فسوف يطرحون السؤال: ما الذي كان يفكر فيه هؤلاء الأشخاص؟ هل قضوا على أنفسهم؟ ربما سيعتقدون أن أدمغتنا لم تتطور كما كان ينبغي لها أن تتطور، لأنه من الواضح أننا في طريقنا نحو تدمير الذات.